صباح الخير والجمال عليكم، اهلا بيكم في معانا في حلقه جديده من برنامجنا صباح الجمال. النهارده هنتكلم عن موضوع مهم جدا، وهو موضوع الاستثمار العقاري في مصر. وطبعا الموضوع ده زي ما احنا عارفين شاغل ناس كتير جدا من المصريين، ومن اهمهم بعض رجال الاعمال في مصر. هيكون معانا النهارده وهيجاوبنا على اسئلتنا استاذ سيد حسين، اهلا بحضرتك اهلا بيكم، رجل الاعمال المصري. اهلا بيك، شكرا على الدعوه الكريمه. بصفة حضرتك تعمل في مجال الاستثمار، يا ترى ايه رأيك في موضوع التصالح القائم حاليا؟ طبعا اشكركم على الاول على الدعوه الكريمه. تاني حاجه، موضوع التصالح الان ده هو خدمه من الرئيس عبد الفتاح السيسي اللي هو رئيس الجمهوريه، والحكومه بتاعت الرئيس عبد الفتاح السيسي للمواطن المصري. كويس، ازاي هي خدمه؟ طبعا انا لما اكون قاعد في شقه او في بيت مش مرخص او في ارض زراعيه، فانا بعيش طول عمري او طول حياتي انا ولادي مهدد. مهدد ليه؟ مش من الحكومه، مهدد من اي حد حصل خلاف ما بيني وبين اي حد، انا او ولادي او ولاد ولادي. فبص، ابسط حاجه بيروح عامل محضر او عامل شكل واحد انه مبني على ارض زراعيه. كويس، النهارده الحكومه عشان حريصة على الشعب المصري والمواطن المصري، فبتعمل حاجة اسمها تقنين وضع. تقنين الوضع ده اللي هو بيخليك ان انت بتقدمي اوراق وبتصالحي على البيت او الشقة اللي حضرتك ملكها. كويس، النهاردة لما الواحد بيتصالح على الشقة او البيت اللي هو ملكه، اول حاجة بيزيد سعره اضعاف. لو عاوز ابيعه من تاني شهر تالت شهر في تاني سنة، لو عاوز ابيع بيزيد سعره طبعا. لو هو مش مدخل الخدمات بيدخل الخدمات، لو هو بيعيش هو وولاده في امان واستقرار. هنتكلم عن موضوع التصالح اللي هو من قبل الحكومه سهلت ويسرت حاجات كتير جدا للمواطن المصري. زي ايه؟ اول حاجه موضوع النهارده الرئيس او من فتره كده الرئيس عبد الفتاح السيسي حاطط تعليمات للحكومه، نزلت سعر المتر في كرة جمهوريه مصر العربيه بالكامل الى 50 جنيه. تمام، ده تسهيل وتيسير للمواطن المصري. بالظبط، دي حاجه طبعا كويسه، يعني سهلت على المواطنين حاجات كتير. حضرتك طب في حد هيقول مثلا طب انا دفعت او عملت اول مبلغ كبير حاسبوني على مثلا مبلغ اكتر من 50% او 50 جنيه؟ لا، ده هينضاف من ضمن الاقساط. يعني في الاخر خالص المبلغ اجمالي هيتحاسب عنه المتر ب 50 جنيه. تمام، ده بالنسبه دي نقطه. النقطه الثانيه، شالوا عن المواطن المصري الحكومه طبعا بقياده الرئيس عبد الفتاح السيسي شال الموضوع بتاع ان لازم يكون مكتب، والمكاتب بدات الشغل تزيد في الاسعار، وصل اسعار كتيره جدا، كان ده عبء على المواطن المصري. طب واللي كان دافع كاش؟ كان دافع كاش هينزل، اللي هيدفع كاش هينزل 25% من قيمه التصالح. فاهم ازاي؟ تمام، يعني لو 10,000 هيشيلوا 2,500. تمام، من قيمه التصالح. ده في حاله ايه؟ الكاش. تمام، هنرجع للموضوع بتاع انه ايه؟ دلوقتي الحكومة قالت انه اي مهندس معتمد في النقابة خلاص ده ما فيش مشكلة، لو وقع الورق اعتمد. التأثيرات التانية ان انت بتقدم وصل كهرباء صورة بطاقة على قانون التصالح، المهم يكون في جدية تصالح. جدية تصالح ده انك بتقدم في مجلس المدينة او الوحدة المحلية ايا كان، سواء في القرى او في المحافظات، بحيث انه ايه، انت بقت عندك جدية تصالح بوصل كهرباء او باي حاجه زي كده، او بصوره عقد او كده، او بصوره بطاقته. ويدفع المبلغ اللي هو حسب ما هو معمول، ده ب 50 جنيه، ده بكذا، ده بكذا، زي ما حسب منطقه بتاعته. وبعدين الحكومه برضه قالت ايه، انت ممكن تكمل اوراقك في خلال شهرين. في خلال شهرين تستكمل اوراقك، دي برضه ميزه من ضمن الميزات. ليه؟ كان برضه ضغوط على المكاتب الهندسيه ولا كم، بداوا يزيدوا في السعر عشان يقول لك ده ما فيش وقت، المواطن كده كده جاي. حاجات كتيره جدا عملتها الحكومه للمواطن المصري. فاحنا مش يعني مش عارف الناس زعلانه ليه. انا بقنن وضعي، يعني انا مريت بالتجربه دي. وانا بدخل خدمات لمبنى مثلا مخالف، كويس، على اللي انا شفته من اجراءات وفلوس وكده، كنت اتمنى انه في حاجه زي التصالح دي. ادفع مبلغ مره واحده واخلص، ويدخل لي عددات الكهرباء وعددات الميه وعددات الغاز وكل ده، كويس، مره واحده. يبقى انا كده خلصت الموضوع ايه، ان بيتي مقنن بقت رسمي. كويس، تمام، اتفضل.
طب كنا عايزين نعرف ايه تعليق حضرتك على انجازات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي منذ توليه؟ لا ده انجازات الرئيس عبد الفتاح السيسي ده يعني حاجه احنا لو اتكلمنا فيها 100 حلقه مش هتكفي. اول اكيد حاجه طبعا. انا بشكر السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي لاهتمامه للشباب في مصر واهتمامه للمواطن المصري وانجازاته. يعني انا من وجهه نظري كمواطن مصري بشكره ان هو وافق انه يمسك رئاسه الجمهوريه في وقت صعب جدا جدا جدا. مظبوط. في الوقت ده كان في بعض الناس بيتعرض عليهم مناصب قياديه زي وزارات وغيره كانوا بيعتذروا ليه يقول لك البلد ما فيهاش استقرار. الرئيس عبد الفتاح السيسي اتعرض عليه الموضوع ده وطبعا بموافقه الشعب هم اللي طلبوه ووافق الرئيس عبد الفتاح السيسي ومسك رئاسه الجمهوريه والحمد لله نهض بمصر وعمل انجازات كتير جدا زي قناه السويس زي الطرق والكباري زي المصانع اللي كانت مقفوله اتفتحت. اهمها الامن والاستقرار. الامن والامان صح. معلش النهارده دي حاجات مهمه جدا الامن والامان ده هنرجع له تاني اكيد طبعا. طبعا ايه تاني يا ربي الوقود او البنزين كان الاول خالص كان الواحد بيوقف عربيته باليومين او ثلاث ايام في البنزين. الناس كانت بتقف طوابير على موضوع البنزين ده. حضرتك كنا بنقف يومين ثلاثه لما تموني بالظبط كويس. فالنهارده الحمد لله اتحلت مشكله الوقود اتحلت مشكله الغاز كان عليها ضرب والعربيه تيجي وخناقات وصوت والكلام ده كله صح. اتحل مشكله النقل والمواصلات اتحل مشكله المصانع اتحل مشاكل كتير جدا في حضر الرئيس عبد الفتاح السيسي بصراحه. فالنهارده الناس اللي بتدعي لهدم مصر هو كده بالظبط انا بسمي كده اكيد طبعا. لا احنا نقول ان احنا مع الرئيس عبد الفتاح السيسي ومع حكومته احنا كشعب مصري واعي وفاهمين هم يقصدوا ايه. اي حد بيحرض اي حد عشان ضد مصر لا مصر ده حضرتك انت حضرتك عندك بيت تقدر تهدمي اكيد. لا طبعا طبعا هي مصر انا اعتقد ان مصر دي هي بيت كل مصري ما حدش يقدر يهدم بيته أكيد. فهي مصر دي بيتنا كل مصري أكيد. بيت فاحنا كل المصريين أكيد. فاحنا طبعا ضد اي حد يحرض ضد مصر والرئيس عبد الفتاح السيسي أكيد. واحنا طبعا بنشهد بانجازات الرئيس عبد الفتاح السيسي وبعدين الشعب المصري واعي وذكي وفاهم ايه اللي هم يقصدوا بيه فطبعا ده يعني ده بعده بس اكيد طبعا. طبعا بنذكر برضو انه الرئيس عبد الفتاح السيسي حريص جدا على المواطن المصري واجتماعاته دائمه بالشباب المصريين وبعدين هو والحكومه نفسه حريصين جدا انه يوفر كل حاجه للمواطن المصري ومنها التسهيلات. قانون التصالح ده قانون التصالح ده مهم جدا 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 للشعب المصري انا بعتقده كده. واي مواطن مصري عنده بيت مخالف الان لما يتصالح خلاص بقت هو واولاده عايشين في امان 100%. مظبوط صح. طب كنت عايزه اسال حضرتك من وجهه نظرك يعني قانون التصالح مين المستفاد بيه اكتر الحكومه ولا المواطن؟ لا هو طبعا المواطن رقم واحد. الحكومه انت عندك مخالفه كويس بتتصالح عليها. طب لما تتصالح عليها وتقننها انت بقت معاك رخصه باسمك انت. النهارده لو حضرتك عندك شقه او بيت مخالف واتصالحت عليه بقت معاك رخصه باسمك. لما تيجي تبيعيها النهارده وزاد سعرها مثلا الحكومه هتاخد من المكسب؟ لا طبعا مش تاخد المكسب اللي هو زاد مثلا او المبلغ زياده او المكسب. فانا بقول انه المستفاد الاول والاخير المواطن المصري. وانا بناشد اي واحد عنده بيت او عنده شقه مخالف يسرع بسرعه انه يتصالح لان قانون التصالح في مصلحه المواطن المصري. مزبوط. وليس الحكومه. صح. الحكومه لو هنقول بقى عليها انها عاوزه تقول في حاجات كتير جدا ممكن تعملها غير قانون التصالح انما بالعكس هي حريصه على المواطن المصري. مظبوط. حضرتك عايزين برضو نعرف كيف ترى التنميه في الدوله فيما يخص الصناعه والزراعه والطرق؟ طبعا بخصوص الصناعه او انا عارفه احنا عارفين طبعا ده موضوع كبير وعايزين نتكلم فيه محتاج شرح كبير وعايزين نتكلم فيه باستفاضه بس عايزين نعرف بس من حضرتك باختصار يعني. تمام. طبعا هو مصانع في مصانع كانت مقفوله في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي اتفتحت الحمد لله واشتغلت. في مصانع اتعملت برضو في عهده واتفتحت وفي مصانع حاليا بيشغلين فيها ده بخصوص المصانع. طبعا المصانع دي لما تشتغل هتشغل نسبه كتيره جدا
من المصريين ومن الشباب المصريين أكيد. المصري فاهمني ازاي؟ فدي برضو خاصه برضو، او دي حاجه برضو هتفيد الشباب او المواطن المصري. حضرتك بخصوص الزراعه اللي بتعمله النهارده ده في قانون التصالح، هو حرصه برضو يعني حرص الرئيس عبد الفتاح السيسي وحكومته على الزراعه والاوراق الزراعيه، ولذلك هم بيقول لك تصالح عشان بعد كده ممنوع اي حد يتعدى على سنتي واحد من ارض زراعيه. لان احنا طبعا لما يكون عندنا الارض زراعيه النهارده بقت فيه كميه اراضي زراعيه كتيره جدا استغلوها مواطنين وبنوا عليها البيوت بتاعتهم. مزبوط. فهو هم حريصين ان يكون الارض الزراعيه ما حدش يتعدى عليها عشان نزرعها وعشان ننتج، وده برضو مهم جدا عشان برضو المواطن المصري اللي هو الفلاح دخله منين؟ الراجل الفلاح اللي هو والدي ووالد حضرتك ده من الدخل من الاراضي الزراعيه. اكيد. ده بالنسبه للاراضي الزراعيه في الموضوع ده. بالنسبه للطرق حضرتك احنا لامسين نفسنا دلوقتي على الواقع في انجازات برضو الرئيس عبد الفتاح السيسي في كميه طرق كتيره جدا. مظبوط فعلا. وانفاق والطرق دي بتسهل طبعا دي حاجات طبعا ملموسه كلنا لامسينها اكيد، الكباري الجديده والطرق الجديده. تمام. على حضرتك دي هتوفر برضو بتوفر لنا يعني مثلا النهارده لما نتكلم على طرق زي الدائري وغيره 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 ده بيسهل السير لاي مكان انت حضرتك عاوزه تروحيه. طبعا. فمن الطرق لما يكون في طرق وفي انفاق فالواحد مش لازم يمشي من وسط البلد او يمشي من اماكن زحمه او يمشي في اماكن ضيقه، لا الطرق بتسهل للمواطن المصري يروح اي مكان هو عاوزه في جمهوريه مصر العربيه داخل جمهوريه مصر العربيه باسرع وقت، والواحد يعني ايه مش مجهد يعني فاهمني ازاي؟ فبرضه الطرق دي لمسينا، وبصراحه برضه كميه طرق شايفينها بتعمل كتير جدا دلوقتي كويسه جدا ومفيده للمواطن المصري. فالواحد يعني بصراحه ربنا بنشهد وما زلنا بنقول بنشهد في بالانجازات في اعاده الرئيس عبد الفتاح السيسي لحد النهارده الحمد لله شايفينها كلنا من طرق اسفلت غيره كباري انفاق أكيد. مصانع اراضي زراعيه تصالح نسيت اقول لحضرتك في انجازات الرئيس عبد الفتاح السيسي اكيد طبعا ال 100 مليون صح دي برضو من ضمن انجازات الرئيس عبد الفتاح السيسي. طيب برضو من انجازات الرئيس عبد الفتاح السيسي تكافل وكرامه ما دي برضو من انجازات الرئيس عبد الفتاح السيسي. ففي حاجه كتير جدا انجازات من في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي. مظبوط. طيب من وجهه نظر حضرتك ايه اللي حضرتك شايف ان المفروض رجل الاعمال يعمله في الفتره القادمه؟ التكاتف مع الحكومه مع الرئيس عبد الفتاح السيسي في اي مجال وفي اي حاجه، لان طبعا صراحه يعني شايفين الحكومه وبقياده الرئيس عبد الفتاح السيسي كل ده بيعمله للمواطن المصري. طبعا رجال الاعمال لما يكون عنده مصانع او شغل او مشاريع او معمار او عماير او 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 ده كليته طبعا بيحتاج عماله بيحتاج ناس بيحتاج معدات بكام ده كله. فدي برضو انت النهارده كراجل اعمال عندك مصنع بتشغل عدد من الناس ايا كان، فطبعا ده برضو بتخف العبء على الحكومه صراحه. وبعدين بتفتح بيوت يعني انت بتاخد اجر واجره زي ما بقولوا يعني برضو يعني ده مهم جدا. فانا بقول ان اي حد من رجال الاعمال الان بيتكاتف مع الحكومه وعشان احنا عاوزين مصر تمشي لقدام. طبعا الحمد لله اللهم لك الف حمد زي ما قلت لحضرتك انه ما فيش دوله في العالم حصل فيها ثوره وقفت على رجليها الا مصر. ده يعني الحمد بنحمد ربنا لان ربنا واقف معانا وربنا ذكر مصر كذا مره في القران اكيد. ودي رقم واحد. فطبعا انا بناشد اهالينا المصريين ان احنا لا ننساق وراء اي اشاعات ضد مصر ايا كان. مظبوط. احنا الحمد لله احنا في امن وامان كويس جدا، لان الامن والامان لا يقدر بفلوس. الامن والامان ده رقم واحد. احنا النهارده من بعد تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي زي ما قلت لحضرتك ان الامن والامان بقت مهم جدا. بالامن والامان انت حضرتك بتقدر تحركي ولادنا يتحركوا في الشوارع، المصانع تتفتح، المطاعم تشتغل، كل ده طبعا
اهم حاجه فيه اللي هو الامن والامان. لو في امن وامان طبعا انت بتشتغلي وانا بشتغل وده بيشتغل في 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 ارتياح وفي امن وامان. اكيد طبعا يبقى في استقرار اكتر اكيد، وكل واحد يعرف يشتغل في مجاله وهو حاسس بالامان. مظبوط، هو ده. طيب حضرتك شايف مصر ازاي في 2021؟ ان شاء الله هكون احسن بكتير، لان انا شايف الحمد لله، اللهم لك الف حمد، كميه مصانع كثيره جدا الان بتتعمل، وان شاء الله باذن الله انا شايف ان 2021 هكون افضل من السنين اللي فاتت او الماضيه بكتير. كويس، من ناحيه ان شاء الله توظيف او يعني فرص عمل للمواطنين، عمل مصانع كتير جدا، الطرق والكباري، حاجات كتير جدا بتدل انه ان شاء الله وباذن الله 2021 هكون افضل من السنين الماضيه بكتير ان شاء الله باذن الله. طبعا ده برضو عاوز اقول لحضرتك برضو ده بقياده رشيده اللي هو قياده الرئيس عبد الفتاح السيسي والحكومه والشعب، ما ننساش، لان فعلا الشعب عليه عامل كتير جدا. أكيد طبعًا. لان طبعا احنا لو اتكلمنا على الامن والامان اللي احنا بنتكلم عليه كل شويه، لازم نقول انه جيشنا لازم نشكره انه واقف على الحدود ليل نهار. ما ده بيوفر لنا الامن والامان. كويس، الشرطه بتاعتنا، شرطه مصر، الشعب المصري، من الجيش ومن الشرطه، هم ابنائنا، ابنائنا احنا اللي هم في الجيش واللي هم في الشرطه. كويس، فدول برضو بيخلونا ان احنا نقول ان شاء الله القادم افضل واحسن. مظبوط. طبعا احنا لما نتكلم بنقول انه الشعب المصري شعب واعي وعارف انه اي حد بيحرض ضد مصر مش هنسكره، فبكررها عشان برضو الناس تنتبه يعني. مظبوط ان شاء الله. طيب كان في برضو سؤال عايز اساله لحضرتك، هنرجع تاني لموضوع التصالح، فكنت عايز اسالك هل اي مواطن عنده بيت قديم فيه عداد كهرباء وعداد ميه يقدر يبني ويهدم من غير ما يرجع للوحده المحليه التابع ليها او مجلس المدينه او المحافظه؟ لا، هو طبعا دلوقتي، كان الاول زمان قبل قانون التصالح كان اي حد يعمل الموضوع ده، فدي برضو ميزه من مميزات قانون التصالح. ايه هي الميزه دي؟ النهارده كان زمان في الارياف مثلا اي حد عنده بيت قديم عاوز يهده بيهدوا، على اساس ان هو بتسين انه عنده عداد ميه وعداد كهرباء قدام، فبيهد ويبني دورين ثلاثه والكلام ده كله. لا، النهارده انت بترجع للوحده المحليه، بترجع لمجلس المدينه، بترجع للمحافظه، بتاخد حاجه اسمها تسريح مباني او رخصه مباني او سقف المباني. ده برضو بقى ميزه، بحيث ان المبنى نفسه بيكون ده برضو مرخص. يعني ايه مرخص؟ ان انا مثلا رخصت دور واحد او عملت تراخيص او اوراق بالبيت، بهد وابني، بس لازما قبل ما ابني برجع للوحده المحليه اللي انا تابع لها او مجلس المدينه اللي هو انا تابع له، بيخلوني اعمل رسومات معتمده من مهندس، بناء على الرسومات دي بديها لمجلس المدينه باعتماد على مجلس المدينه، بحضرتك بروح يوافقوا لي عليها. بعد ما يوافقوا لي عليها في مجلس المدينه او المحافظه او ايا كان، او الوحده المحليه مجلس المدينه المحافظه ايا كان، بناء عليها بقدر ابني، ما بقاش الوضع زي الاول. طب انا بنيت دور او دورين وجي فيما بعد كده انا عملت اساسي ياخد 4 ادوار او 5 ادوار حسب ما الحكومه بتحدد المنطقه دي، المنطقه دي مثلا ارتفاعاتها كام دور؟ 3 ادوار 4 ادوار 5 ادوار. انا مثلا امكانياتي ابني دور واحد او دورين، ولادي اولاد ولادي لما يكبروا ان شاء الله فتبص عندهم بيتهم مرخص. مظبوط. كويس، فعندهم رخصه. لو بين دورين بيراجعوا المجلس المدني او المحافظه او المكان اللي هو تابع لهم، وبيدوا لهم الورق اللي هو يفيد بالتراخيص، دور او دورين او ايا كان من الطابق الثانيه. طيب. اصبح انه لو انا عندي 3 ادوار 4 ادوار كله ده بقت ايه؟ مش مخالف. بقت حاجه نظامي ورسمي 100%. فهو ده اللي احنا بنتكلم عليه، وهو ده اللي احنا بنتكلم عليه اللي هو قانون التصالح. قانون التصالح الان الناس المفروض ما تزعلش منه، ده هو فايده كبيره جدا للمواطن المصري. اول حاجه، لحد النهارده انا شايف الناس الحمد لله في قبول كويس جدا من المواطن المصري
على قانون التصالح، ودي حاجة كويسة جدا. وبقول اللي هو لما تصالحش لحد النهاردة اتصالح وبسرعة واكسب وقت، لأن الحكومة حطت 30/9 ده يعني حد أقصى، إنه لازم يكون أنت عندك جدية تصالح قبل 30/9. بعد 30/9 لا هيحصل مشاكل كتير. طبعا هم دلوقتي الحكومة قالت إنه هو إيه مفيش حد لأي بيت ولا أي كان، بس في فصل الخدمات. هو يقال إن المدة اتمدت لثلاث شهور، هل الكلام ده صحيح ولا؟ والله اللي أنا أعرفه إنه هو تقريبا شهرين لتسليم الأوراق، شهرين إنك تكمل أوراقك. يعني أنا النهاردة قدمت على جدية تصالح في مجلس المدينة، تمام، باخد وصل وبطلع بيه على البنك، بدفع في البنك باخد وصل، بقى انا كده دخلت ايه جدية تصالح ايا كان بقى المبلغ حسب ما الحكومه محدده. تمام. طب النهارده حضرتك ايه حصل والحكومه خفضت في السعر، بتخصم من الاقساط الجايه. طيب الحكومه قالت ايه؟ انت عندك شهرين تكمل فيهم اوراقك، اللي هم ايه؟ مثلا اوراق اللي هو رسم هندسي للبيت. اللي هي ايه الاوراق بقى؟ يعني حضرتك يا ريت تقول لنا عشان برضو نبقى الساده المشاهدين يبقوا عارفين كويس، يعني ايه الاوراق بالظبط المطلوبه؟ الاوراق المطلوبه طبعا هم بيطلبوها الحكومه انه يكون مثلا ايه البيت اللي هو لو هو مبني، انه يكون الخرسانه بتاعه البيت يتحمل دور او دورين او ثلاثه. تمام. مثلا ده بيجي عن طريق ايه المهندس اللي الحكومه قالت عليه، اللي هو ايه يكون مسجل في النقابه. تمام. بيعمل رسم للبيت، طبعا بياخد عينه خرسانه من المبنى اللي هو القائم وبيحللوها تقريبا، وبيتعمل عليها من النقابه او المهندس هو عارف اجراءاته، انه هو بايه بيتعمل لها اختبار انه المبنى ده فعلا يتحمل دورين ثلاث ادوار اربع ادوار ايا كان. تمام. كويس. ده من ضمن الاوراق. طبعا اذا كان معاه عقد بيحتاجوه، صوره بطاقته، اللي هي دي الاجراءات. اهم حاجه اهمها لو البيت موجود بتاخد منه عينه. طيب بس احنا طبعا احنا الموضوع التصالح ده يعني محتاج حلقات كتير قوي نتكلم فيها، لان هو موضوع كبير وعايزين نفهم الناس فيه حاجات اكتر. فبس احنا خلاص بيقولوا لي ان احنا معانا دقيقه، فعايزه اعرف بقى من حضرتك لو حابب تقول حاجه، مثلا في رساله معينه عايز تقولها، حابب اللي انت حابب تقوله يعني في نهايه الحلقه. طيب انا بناشد المصريين واهلينا في مصر ان احنا نقف مع الرئيس عبد الفتاح السيسي ومع الحكومة ونتكاتف معهم كويس، علشان بلدنا تتحسن وتبقى أفضل من الماضي بكتير. كويس. إن احنا نشوف هما إيه المطلوب منا نعمله. فأنا بناشد المصريين بالوقوف بجانب الرئيس عبد الفتاح السيسي والحكومة. كويس. سواء في أي مجال أيا كان، بس ولا نسعى أو لا نسمع لأي إشاعات وتروج إشاعات ضد الدولة. تمام. نهائي. إحنا يهمنا إحنا وأولادنا نكون عايشين في أمن وأمان وفي استقرار. ده لا يقدر بفلوس. فإحنا بقول بناشد الشعب المصري إن إحنا نتكاتف مع الرئيس ومع الحكومة. أكيد. كويس. طبعا احنا لو كلمنا على يعني الشعب المصري واعي وعارف. استاذ سيد، هو للاسف بيقولوا لي ان وقت حلقتنا خلصت، والله يعني الوقت خلص مع حضرتك بسرعه. ان شاء الله يعني هنكمل كلامنا في حلقات تانية باذن الله. بنشكر حضرتك استاذ سيد حسين رجل اعمال مصري، وباذن الله بتبقى معانا في حلقات تانية ان شاء الله. نشكركم مشاهدينا، واستنونا في حلقات تانية باذن الله. صباح الجمال.